اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح، اعذروني لا تلوموني بياض الشذلا، عقب خلال الشدايد عطرهم بالمسك فاح، عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح. يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح، ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح، من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم، من يلوم اللي كسير غيرت حال. إلى عمر أنت نجح قاضي ودمعين نبي توسيه أو علامة وسيه إشارة نبي ما صوبه. لماذا وحوجنا هذا صوبه لها أن عاوة إذن تكن لها صلاة الليلة صلاة التراويح لها هي صلاة الليلة أمد إذا واجب يكون نقول الله. يعني الله سبحانه وتعالى He mentioned certain rights for women in the Quran and the Sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certain rights for guys. Now, because the couple are ignorant about these things, they respond negatively and they bounce back from the marriage immediately. First of the thing that they ignorant is the rights of the wives. A verse, majority of the time they are neglected. And consequently, women, they also neglect the rights of the husband. وَكَرَّهَ يَا حَبِيبُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ قَدَى شَيْ رَقَّ أُغَمَا أَنِمْ تَيْهِنْ فِتْنَةً أُغَدَّرًا هاويك سميدنا عارك انت لحدين الله لقيت دائما واساس مهل والبا اختلاطك والدي ذا محاو عاننك أضاق هذا الجوغ إبليس أضاركم مري يا لابد أن جنسي إن أسكف سهادين آية. We need to be united in our masajid. And then when the masjid becomes united, what's going to happen? The community can become united. The people will come and gather together in the masjid. And when everyone comes to the masjid, what's going to happen is that people will get better and they will get iman. The iman is going to get stronger. The Prophet ﷺ, why do you think he has built the masjid as soon as he got to Medina? Because he knew how important the masjid was. My brothers and sisters, please make sure that you take care of the masjid. You respect the masjid. If you only come to the masjid to pray salah and nothing else, that is a problem. You need to come to the masjid and stay in the masjid, study in the masjid, work in the masjid, help the brothers in the masjid, raise money for the masjid, live in the masjid, sleep in the masjid. What's going to happen is the masjid is going to get stronger. It's very important that we respect our masjid. Si fudud bu ku dhacay dagaalkii Uhud markii la isu yimid أي النبي عليه الصلاة والسلام لوائي علنك وحود لبي مسعب بن عمير. مسعب بن عمير هدي علنك اللود لبي. مسعب بن عمير لا يخاف في الله لومة لائم. تقال كيبو قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل كاسان اللقد لي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكل أنت. صلاة عصب برائنا كان. حضر عصب إنا كان ذكر عصب إنا كان ورد عصب إنا كان شقاء لا يدرس برا ما أنت لأنه كسر كردية إسلامك الدنيا دي نروح نقول ده يدف كلام حلا الدنيا ده قال الله قلت له قال إننا كان آخر لنا ورسالة الدور سي أفر أطه وعصر أفر وياه ومغرب أي سد حوته فجر والله بقيه سورة قلنا أنا هين هنا درك عد ولا ورد كسر كردي سبدين كحلو كردي كلي مرق قوات إلهي سبحانه عز وجل بني آدم كان كمدونين إلا وحي أودي كران موي وحال لي على يوحى الدين تكوي على أمر ينهي يوحى لي سدي يوحى لي سكربه انت بلا قدب كوكوات فرها أوهي وحوي إن الأودي كرتادات بني آدم من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سدود مانتا وجماعة نختبر كيمياء أفراد محاضرة دي سي اللباب باينو بلوميسا
sidii aad ka wada dadagsanaydeen waxaana marti inoo ah fadiilatu doktor Cali Saalax oo inaga dhargin doona muxaadarada la magacbaxday baaxadda islaamka ama islaamka iyo baaxaddiisa sheekha ayaan idin kala bixi doonaa insha allah raxmaan isagoo idinka dirjin doona laxadaadka yar mowduuca inta gudaleeg falyatafadal mashkuuran sheekh bismi illahi raxmaan raxiim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء وبإذن الله سبحانه وتعالى كلمة لو تلقى لي إن أي محاضرة ما أنت أي نقطة أو أي ولا له ساقا ديان وحيكو سابسنتهي وحلو يقانو الشمولية أما شمولية الإسلام inclusiveness oo ah islaamku inuu yahay diin shariica aqeeda wax walba qofka aadanaha u baahan yahay xambaarsan islaamku inuu noqon karo dastuur ikan institution ummadda dhan ee aadanaha marka lagu hago islaamku inuu noqon karo mabda inaga deeqi kara mabaadiida kale ee aadanuhu ay samaysteen islaamku inuu noqon karo diinta keliya ee waxaan u baahdaan ka heli karo waxaan filayaa sababta ay walaaluhu mowduuc sidan oo kale ah ay jadwalka ee muhtamka ugu soo dareen iyadoo mowduuca iyo muhtamkan uu dhacay da'yarta ayaa waxay tahay maadaama da'yarta meeshan joogtay aan isleeyahay waxaa la soo gaaray jiilkii labaad ee bedeli lahaa aabayowgii iyo waalidiintii meesha yimid ayna noqdeenna dad iyagu markaa wax bartay jaamacadaha tegey kollejiska tegey iskuulada tegey meelo kala duwan aqoonta lagu dhacsaday tegey waxaan isleeyahay maadaama ay yihiin dadkii eliitka ahaa بين قوسين بلشدة صومالية سيدة قاركة وصوب بحي ما دام أيهين ددك لسوغي ما لها أم جوغنو أم سوغي إنو إيا مركة ودك الله الله تددك لسوغي أيهين أي وحا مبهان ددك إن أنو فهم سينو إن إسلام كويهي حل إن إسلام كويهي مبدأ كلية كتر جمي كرا واقع يكو جيران in islaamka uu yahay diinta kaliya ee dabooli karta baahidaan u baahanahay waxaan sidaad u leenahay wax kale maaha maxay la waxaan ognahay manaahijta ee curriculumka lagu dhigto meelaha aan joogno in ay xambaarsan yihiin waxyaabo fara badan oo duritaan ah amaba distortions ah ee marka ku wajahan islaamka iyo muslimiinta ku wajahan iyadoo laga dhaadicinayo ardaygii wax soo bartay ee kallaajka ka soo baxay ama isagu bachelor-ka ha wato ama master's degree ha wato ama PhD ha wato ama you name any certificate midday doonto ha noqoto xambaarsanaado waxaad dareemi kartaa in dad fara badan oo noocaas maanta ay ka dhaadhacsanta islaamku inuusan xal noqon karin markaad weydiiso su'aalaha qaarkood ama ay ku weydiiyaan baa waxaa kugu soo noqonaya fikir ah islaamka macquul maaha siduu u xallin karaa mashaakilka maanta ka jira la xiriira caafimaadka islaamka xal ma noqon karo ma isaga xallin kara problemka maanta jira ee faqriga ee gaajada iyo dhibaatada maanta haysta bulshooyinka islaamka ma xallin karo maadaama civil war meel ka soo ka jiro islaamka muxuu xallin waayo waxaan rabnaa marka hadii ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahdo daqiiqadahan iska gaaban inaan dulmar ku sameyno waxa loo yaqaan ash-shumuliyya al-islaamiyya islaamku ma daboolay dhibaatooyinka inagana haysta xal ma u haya islaamka baraamijta inagaan u baahannahay hadday noqon lahayn baraamij tacliimiya
هذا نقول لهم برامج سياسية، هذا نقول لهم ميت اقتصادية بقالة قصة ليسن إسلام كباهلة إن هاي ساي مضبورة تاوي تنو بحدونا بإذن الله سبحانه وتعالى وحن أقنعي إسلام ك مركي إله سبحانه وتعالى دين تلوسود الجي وحيابيه النبي قال الله صوت دريبة وحا كم دها آياضا أي كم يديهين يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة سأدنتهين إسلام كوضع قرى إن وطن فكر كين عواطف تين وح الله وحن حنبار سنة هاي درى ماذا نكال الدوان إيدولوجيات يكال الدوان حنبار سنة هاي قف بابا وح الله بهين إسلام كوضع سي إسلام كوضع قرى دكتي دوان إسلام كي قشاه أو وحي إسلام كمقل يريكلي أن مقلا إن ده هو إن إسلام كإجلان أو وحي إن ده الله رعك لي أن الله رعك وحي كلها بليه ما إن كلها جعنتي إذا إن إسلام كإجشاء أو ماشي اللي يسار وانصار يا ماشي اللي يعني ما كعد وانك وانك استاجي يا فكر كي يا وان إسلام كإجلاء وحي كيف فكر اللي يرين كيف فكر يا حدود وحاجرت أو ممنوع يتها أجر ربنا إن كيف فكر وانك استاجي إذا مركان ليها مسلم بعنا هاي أما أن لا يهي total submission يسدي بتام بوحبان إله سبحانه وتعالى يسدي بمركة أن لا يهي معنى ذلك يهي from A to Z نلا الشيء ذا بالله إلا يدامات إن إسلام كاسو وضا الضوالة سأدرت بوحا لأن هاي موضوع مهم كاوحوية إن أفراد مركة لجوغ individual levels إي مركة لجوغ مجتمعات إي society مركة لمريو إنتو با إني بقعد بعد عسانة تفكر كأه إن إسلام ككل حل ونقوم كره وحنا وبه النبي ذي الله سبحانه وتعالى إن إسلام كأول والله كواي إن الدين تاعي الدلة فربنا بعد جلتان إن شاء الله سبحانه وتعالى وبيحضنا هذا كهر مرة وحد عظيم نبي صلى الله عليه وسلم عاد أي الهنجرة هاي إن مركل الجارة مواسم الحج حج كمركل الجارة دعوة يوضع هاي أجب طبعا بالله هاي في النبي صلى الله عليه وسلم عاد وكان يكتئ إن حج كمركة لجارة إنه لكل مقابل كلا دون المجتمعات كما لها إسوع إيماني إسوع إسوع بنديجا يقول له وروحنا محمد وحنا رسول الله صادري دين بن حمبار سنة هاي خير بن وضع والدين ديجا يا والدين بشارين يا وراني يوصل ضو فيلا إسرع وحنا قلنا هاي مركة النبي صلى الله عليه وسلم وحسيا وذبا وعجرب كيس التجنان جرا مر البابا خليفته وصديقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقرب كتاج نام ربابا أبو بكر بويه كهين جل هلا الرماية ورهلا الراعي إسقى مركه وهي لنجر وحد على مركه قبيلة معروفة والله ما لما قعد بحذي بني شيبة أما با ري شيبانها وحمد الحنبل وكذا الشيء ومتنبي وكذا الشيء رج فربضن مزيد وكذا الشيء رج بضنا ما أنت فقهاء يرج بضنا ما أنت لقط المامي إني شعراء يهاين أما لقول تلمامي إنا إهايان دكتي رواد أها مركة إسلام كل الجوغة بكرة شيء قبيلة أبو فرت كوفي أبو بكر روحي للرسوله قال هذا كوراً هذا له هذا شيء أنا وكل لي وحان أضل الصائي موقضة أما بس إذا إيغم وقتا أيا وحيتها إني هين دد بعسن وفكر كان حنبار سنة هن أنجلي كان رسول الله الله ظل أبو بكر وحو فرت كوفي قنين لقومك على مفروق مفروق وحو أهانين للي هاي إساقة مرحكة نيل لقول تلمام حكمة إيو نوعا ما عقلي يفهم لقول تلمام ما دام وها وضي بلاد وها نكي بلا الله هذلي كذب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال إصدار صدر وحياه بإصدار صدر حكم إذا مركا عن إن ير أجد به إن ويدي ويري أبو بكر بس سؤال شو ويدي بالله ويعير وحن ذي ويدي هرت تريدين أنت هلا إكتاه مركا سؤالنا وحن جارنا كن هذا قبيلنا هاي كن كان لكن ضدك هذي كن جارا لجماعة كان كربين كورن بيقول الدجالك ياد قشان يقول أنك ضد وحنا هاي آدي هاد وأضع ذك مركز الدجالك قالنا وين عرونا هدان حنا نا ويحنا جسوا هرب عمان قرم سنة نابيل وكتجينا وحنا أجو جيني مركز عمله أنت مركز سيد عف كذب وهذا كوسي وذي بيحيري هذا أجو وحيل سعيني محمد صلى الله عليه وسلم نبي قال سؤال ويجيو حليم حاط أسعته مركز حير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بأن ذكوه إيمد إن أدنيك الرميسان وأدي الرعدان قريش بأسك كي يسوف وقيسي إذن يسوف لوية ويمعنا واحد أنك قرر موضوع أبو كهل النبي صلى الله عليه وسلم ولي ما يشعر نوسع على المجاري وحي سعى ترى أما وضع هذا كأو السعري كدي بوحي لها الضباء أضي حجر القبيس النهاني لغو مقعابه وأضي دينات أو شيخاني بل الله هذا الإساق ونفهم سيه إذن هذا الكمارك الله كان بوحي لنيه هذا النوتي
suurta gal ma aha out of the blue iyada inaan ka soo fakerin inaan go'aan aan ku siino waqtina si inoo kaadi na dhowr na sug jawaab baan kugu soo celinaynaa kadib haddana waxaa hadlay ninkii kale militariga haystay isagaa loo dhiibay hadalka kii militariga wuxuu yidhi maxamed oo soo dhowow laakiin hal arrin baan ku dhihi lahaa wiil innaga waxaan u dhexaynaa buu yidhi furus oo ah dowlad aad iyo aad u xoog badan persia markaa lagu tilmaamay inay super power ama alqudbiya dawliya waxa maanta loo yaqaan iyaga gacanta ugu jirta kow waxaan kaloo u dhexaynaa niman carabah marka wuxuu ku yidhi wixii furus naga xiga wax aan ka qaban karna ma laha oo magangelyo kuma siin karno oo maanta haddii adiga aan ku soo dhowayno heshiis baa jira aanu kala saxinay innaga iyo dowladda ina leh yaan la soo dhowaynin qof innaga inaan diyaar u ahayn marka waxay yidhaahdeen ama wixii carab naga xiga soomaa waan isaga filannaa carab innaga iska celin karna meel baanu saaraynaa oo dad waxaan nahay tiradu inta ay gaarsiisan tahay laakiin markuu arrinka uu gaaro furs waxba kuma qaban karo nebiga sallallahu calayhi wasalam hadalkaa markuu yidhi kadib markii lagu yidhi kadib buu kelmad bixiyo waa meesha aan u socdo the bottom line of the topicna ah oo wuxuu yidhi nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam laa yansuru hada diina ilaa man axaata min jabiici jawaanibihi ilaa man axaatahu min jamiici jawaanibihi wuxuu yidhi diinka kan uma gargaarayo umana hiilinayo waxna u teli maayo ilaa qofka afartiisa gees from a to z min alif lilya bilow ilaa iyo dhammaad ilaa islaamka qaybihiisa kala duwan wax ka qabto yacni wax ktaro bimacnaa meesha waxaa laga fahmay nebiga sala allahu calayh waslam wuxuu dhihi kara anigu maanta waxaana nin baxsada oo qax ah meeluu ku habsada aanan haysan mar haddaad carab igaga filan tihiin furus hala gaara waqtigooda hala gaare meeluuna isii u dhihi karay laakiin nebiga sala alay slam wuxuu yidhi may anigu waxaan rabaa wax inclusiveness leh wax comprehensive leh wax shaamil ah wax wada dan diin iswadataan rabaa buu yidhi oo siyaasaddeeda wadato oo dhaqaalaheeda wadato oo jihaadkeeda wadato oo salaaddeeda wadato oo soonkeeda wadato oo dacwo wadato oo xijaab wadata oo wax walbaba wadata laakiin diin haaf haaf ah oo ah inuu qofku yidhaahdo waxaan qaadanayaa haaf haafka kalena shaqadeeda maa diyaar uhiin buuyi sala allahu calayhi wasalam meesha waxaan ka qaadanaa macno ah diintan ilaahay uu soo dejiyey waa diin iyadoo dhammaystiran waa diin aanan ahayn sida diinta masiixiyada oo secularismka aaminsan secularismka oo macnihiisa uu yahay waxaa la wixii diinana kaniisadda afarteeda gidaar afartan derbi ee ku hareeraysan ma dhaafi karto wixii diina meeshaha lagu hayo laakiin dibadda markaanu baxo gabadha waxay doontaa ha xirato ninku wuxuu doonaa ha sameeyo labada ha isqabeen amyaana isqabi noloshooda nolosha dhexmareed ha dhexmarto qofku wuxuu doonaa ha sameeyo laakiin marka la joogo within lagu jiro afarta gees ee kaniisadda unbaa diin laga hadli karaa waxay rabaan marka diinta noocaasoo kale in lagu tadbiiqiyo teena islaamiga oo la yidhaahdo diintu waxay ku egtahay un keliya meeshan marka masjidka lagu jiro ha lays hagoogo oo odayaashuna cimaamadooda ha xirteen dumarkana ha is-xijaabeen marka la tukado oo salaadda la dhammeeyna dibadda marka loo baxo gabadhin xijaabka ha tuurto ninka isaga ahaana suud doona ha u dhaqmo khamro marka laga hadlayo la cabayo iyo marka sigaar la cabayo iyo marka la tumanayo iyo marka zina laga hadlayo intaasoo dhan diinta shaqo kuma laha waay maxaa la diinta waxay ku egtahay un keliya meelaha haddaba annaga diinta aanu ka hadlaynay ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey waa midda markaan collegeka jooga diinta i ah waa markaan universityga jooga diinta i ah markaan baarlamaanka dhex fadhiya diinta i ah markaan gurigayga jooga diinta i ah markaan reerka la fadhiya diinta i ah markaan muxaadaraadka jooga diinta i ah markaan tukanaya diinta i ah sidayan suurtagal u ahayn in aad heshiis lala galo oo la yidhaahdo duhur iyo casr waan tukanaya laakiin salaad subax iyo maqrib iyo cisho iga daa sidayan suurtagal u ahayn sidaanay suurtagal u ahayn waan tukanaya laakiin zake ma bixinayo sidaysan suurtagal u ahayn laba ragca ayaan ka tukan karaa duhurka labada kalena halayga daayo sidaan suurtagal u ahayn baa diinka kan laga tajaza macquul maa haafna in lagu camal falo haafna laga tago waa qodobka ugu horeeya mawduuceenna uu taabanaya biidni illaahi subxaana wa tacaala oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkaa u dhigay waxaan kaloo u gudbi lahaa hamar haddii mawduuca la fahmay noqdada labaad ee shumuuliyada ah qur-aanka waxaan arkaynaa allah subxaana wa tacaala markuu ka hadlayo mawduucaasoo kale inuu ilaahay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay waxaanu kuu soo dudanay kitaab wax kasta caddaynay haddana wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabkan qur-aankaad arkaysaan wax aanu kaga tagnay ma lah oo dhammaan wax kasto bini aadamka u baahanya waan dhex dhignay
ولذلك أرق كتابك حتى علماء ذو الحيرادي أدور رادين أي شيء أو لحيريرة كان يسري لحيريرة القرآن كانت كهشيد بيوب بلانت القرآن كم معنيه سماها إنه يهي a book of chemistry ماها أو chemistry لغاقها هلما أما book biology لغاقها هلما أما book geography لغاقها هلما لكن هو كسينا hint وهو كسينا يا ماشي لغا أنبقادي لها وأنا وحا كاني ضد فربضان أو تاريخ ذا آدي آد بال ذهب كسو قلي أو علوس أو ما أنت اللي يقان إنه هم pioneers مركا لغا هلا Islamic civilization مركا لجوغو أما الحضارة الإسلامية مركا لجوغو ضد ما أنت مغلاد أركيسان أو مجال والباء الله بحي هذول نقولها ميريسين هذيل نقولنا هذول فيزيكس نقولنا هذول ماث نقولنا رجمنت أقوم بمغضى المسلمين تا أنت وحي كجارين محايل أو حي كشر القاتل أو أي كقلين دارتين أو أي كإفتين سدين أو أي كبدان سدين كتاب كإله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو موضوع سيس جارين له دراسية وحير الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وردوا هذا بسكو قبستان وحون هذا بسكو قبستان أردون هذا بسكو قبستان إلى هي رسولك سبعين أي لا إزديني فكر بان سكو قبستاني مسألة نرح مرتين أن واحد قراء على حقه إيه قلبات أن حقه إيه بري بان قراءي لابد أن سكو قعمة ترى وأن إزديني ماشي كلي أن الله بان كرنه إيه واحد كلي هالباق إنه نقان كرنه أما خلاف كأني إذا نحتا واحد كلمة كوحة لنكرنوا الكتاب والسنة ولذلك هذه كتاب كتاب الله جل وعلا يسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أي تهي كما أنزل هذه اللي فهمه خلاف كان ما تضع أركيسان وذا دا يسكون لقيهين ميت كان أركيسان إنك نحيال إيه ميت كان أركيسان بشدة نحيال إنتو وحل اسم لها معو على حل اسم الله أيها محايالة وحل لقيتكي قاعدة دي أهيدا ومركا إسقفصنا هل كان الله حقون تمام reference igu halkee inte arbitrary kan noqon kara ya arbitrary noqon kara yaana kala xukumin kara yaana u gudoonsana arrinkeen yaana gudoomin alkitab wa sunna idan hada jalla wa ala allah subhanahu wa ta'ala hada nawii sidoo u hubo dartay wixii wa man lam yahkum bima anzal allah fa ulaikum alkafirun sadax ayadood min nawii ila dalika fa ulaikum alkafirun min nawii ila fa ulaikum adh-dhalimun min nawii ila fa ulaikum alfasiqun sadax ayadood ihtimaamaya dastuur baa soo dajinay كتاب بان سود الجني وهو ضد حمبارسن حمبارسن هي مركز على كتير لابحه قيت بقاله وارته ولكم نفس ما ترك أزواجكم يوصيكم الله ولا آيات كلي أي آيات ودا بيسة في سورة النساء سد حذاء آيات علماء ذو حيل هذه وح الله وحي basics of economics أي إله سبحانه وتعالى ماشى كل شيء إله سبحانه وتعالى ماشى كل سؤري هذا أنا مركز للجوا قصاص هذول نقلناها final court وآخر كعقابت أما هذول نقول لها مثلها لحريرة أسلوبياتك أما آذابك أخلاق إلهي سبحانه وتعالى ماشى سكر حسن هذه مركة كتابك إلهي أنا ما يسرع لهين والله بروح مركة إسكت جبيان لا مركة مدي إسكت ضوحان سدح مركة إسكريتو هذان حلو جهلين إلهي نمر دهان كل حكم تم إلهي نمر فرق لكن صوت اللي نوير ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون بمعنى الله يوحي هو وفكان كحب من كتابك إلهي وقال وظالم وفاسق مركا لليه إلهي سبحانه وتعالى وحوه با إن كتابك ودح أهيسيين أولي نيري وح الله حضر بهانت وهذا وكوينين ولذلك أرك مركي الكهل الإسكدي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الله سبحانه وتعالى وحوه تلمامه إليك مركا الله توري إل مركا الله توري حبين مركز الله توري مركز داوع مركز لو جذي وحمد الله لك حل هذه مركز إسلامك وحصلنا وكهل أمم علينا جوانب كلام مركز إيمالنا سلمان الفارسي بهذا بيقول ليها علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء رسول كوحنا برا وحول البابا الله كل جاء حتى حمام كطفك مركز قال السوليج مسقش مركو قالوا سدنتي سي حديث وجدنا قع لقطة مديك دي بقول دي قابدي حدا هرم مري مركا شو بحيث إن هرم مري تن لقطة هرم مري لقطة دي بقول دي مركا قالوا واحد ترى عود بك من الخبث والخبائث قبل هذا هلا جيسان أنت أسر جيسو قعنت مديك استنجها كإلالي كهرم مري استنجا هرم مري ما يرشد القبائش كحكود ضمبي قعنت مديك دغ قعنت مديك كحلي والدين تن كهذا شح حمام كيوح لحرير كهذا الشيء سيدي مركان سوليجا أنجلي تواليت كأنجلي وحي عن سمايل هدين تكهذا الشيء Do you think إن أي كهل لين مركان لبر روح إجدلان وحي لقيه إلا
Do you think in any kahalayna markii arin siyaasadeed loo baahay wixii laga yeeli laha ma u maleeyneysaa diinta inaanay ka hadlayn wixii dhaqaalaha laga yeeli laha ma u maleeyneysaa diinta inaanay ka hadlin dhibka inaga in haysta hadaan bulshada Soomaaliya inaan xal loo heli karin yani macquul miya diin ka hadashay xamaam ka hadashay inaanay ka hadlin arrimihi waaweyna ilaa diinta anaga waxaan ognahay markii codka religion marka la taagan yahay Judaism ka marka la joogo Christianity marka la joogo diimahan iyagu marka dhulka dadku ay sameysteen iyaguna ee munazalka aanan ahayn marka laga hadlay dhamaan waxay isku dayaan diintu inay xambaarsan tahay waxa la wixii culture waxa la wixii beliefs waxa la wixii dareena waxa la wixii dadku u baahan yahay marka diintan islaamiga iyadu koobtay hadii jawaanib kullaha surta galmiya inay aanay ka hadlin arrimaha dhaqaale walaalika waad arkayseen dhawaaqada ugu dambeeyay markii economic recession uu ka dhacay xagga America maqaalaadka ugu sarsareeyay ee buuxiyay New Straits Times iyo journalada sumcada leh marka xagga la joogo waxa ugu badan ay soo celiyeen waa maxay waxa yiraahdeen maanta waxa America haysta iyo Europe haysta oo ah problem dhaqaale the way out solution waxa noqon kara xalna waxa uu noqon kara hal shay oo kaliya in tadbiiq lagu sameeyo nidaamka dhaqaale ee muslimiintu ay leeyihiin nidaamka dhaqaale ee muslimiintu ay isticmaalaan ee isagu marka free of usury ah oo aan isticmaalin ribo oo bunugtoodu ay tahay bunug saliima unbaa laga bixi karaa dhibka ina haysta iyo backslide-ka ku yimid dhaqaalahana ku yimid arag meesha ninka aan muslimka ahayn wuxuu xal ka raadinayaa kitaabka wuu ogyahay xal inaad heli kartid wuu ogyahay mushkilada dhaqaale inaad heli kartid marka haddii ninkii kii intellectual-ka ahaa oo inaga naga midka ahaa ee da'yarta sidiinoo kale ilaahay subxaana wa tacaala uu soo baray hadduusan garowsanayn ka waran wuxuu xambaarsan yahay صومها كمثل الحمار يحمل أسفارا دمير كتب كرر صوما نقاني دمير فيسيكس دبر كسارين أدو بل جسي ماجيني دمير فيسيكس دبر كسارين وإكنوميك دبر كسارين أو وحكس كسارين وحانا لا يكون جنان في الكتاب والسنة أنت وحا لقيه لك في الكتاب والسنة مرقو حانو باهانا إيضا علوم تمادية ونوبرتي كي دائر كأها إيتي دائر تأهاي أي نوبرتي iyo haddana la bartay culuumti sharci ah labadooda waxa laga dhaxsameyn kara wi'aan iyo tawfiiq wala iswa fajin kara wala isku keen kara waan halka kaliya islaamka marka uu hayo waxaan marka u baxayaa bi idinillaahi subhaanahu wa ta'aala hita baabul dayn marka la joogo allah subhaanahu wa ta'aala wa kulli alladheena aamanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma hadat kala amahatan shilinka adiga aan ka qaatay karoonka aan ka qaatay dollarka aan ka qaatay euroga aan ka qaatay iyo waqtiga aan soo celinayo sidaan u soo celinayo iyo aniga adiga documents-ka aan kala qoranayno iyo heshiiskana dhaxmaray intaba diinta way ka hadashay idan waxa haysataa marka diin la dhihi karo waa huge gigantic ah oo wax Allah waxaan u baahanahay oo khayr marka aan heli karo ilaa wuxuu gaaray Imaam Shaafici heer uu yiraahdo wallahi wuxuu yiri daabadeeda buu yiri neefkan aan wata ratiga aan wata buu yiri haddii xarigan aan ku hoggaaminayo oo leejaanka waxa aan ku hagayay hadii uu iga lumo waxaan hubaa buu kitaabka Ilaahay ka dhigina ka dhexelay yani haa wuxuu gaar inuu yiraahdo haduu iga lumo kitaabka Ilaahay ka dhexelay maanta adiga hadii lagu dhihi lahaa microphone-kan haduu iga halaawo kitaabka Ilaahay waxa laga helay inaad ku qoslihi baa laga yaabay hadii Ilaahay odaygu noocan oo lagu soo socdaa ma aragtay kulli waxba jira maalmahan ba hadalkiisu is daba marsana inaad ka bilaawdo baa laga yaabaa laakiin dadkii hore waxay gaarsiisnaayeen nooc thiqa kalsooni heer ay yiraahdaan haddii maanta waxa aan waayo waxaan ka dhexeli karaa within kitaabka Ilaahay subxaana wa tacaala sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka maanta markay ina diidan waxay rabaan islaam ah leh islaam aan salaad wadan guur aan furin wadan aqiido aan shariico wadan cibaado aan mucaamalo wadan حق ان اود ودان اي مصحف ان سيف ودان اسلام كلام دو اسلام كو و كفراي واخ لا ليها ابرود بيس كونسبت اه او ورشيب كو سليسن ما هو كو سليسن ان لو يراها مثلا marka lagu la leey islaam ku wuxuu ku yiri waqtigaaga dhanba lagu ma dhihin masjid intaad gashid maanta dan tusbax qado subhanallahi in ku jir quraanka kuma dhihin maanta dan mina subax lil leey un kitab un aqri quraan un ha aqri maanta dhan masjid ha ka bixin qofku yiri markaa mala laakiin rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiisi xandala wa tanu kiri walaakin ya xandala saaca wa saaca saacadna waxaa lagaga baahan yahay cibaado saacadna waxaa lagaga baahan yahay adduunyada u shaqeysa saacad waan tukanayaa
ساعد أهل كيوان سينية ساعد وحبرشان سينية ساعد بوقشان سينية ساعد أنا أبها هنا كلي فريش ساعد وبقف حالي بكجرة إنه إسلام إستجد لسوطة وحالي يسمرك إبروحان هنا مركة إسلام كان وحب الله بنا يا مركة للجوجة باب الأكل مركة للجوجة قف كمركة الراشين كالله صاد لقه إنه بسم الله إلى هذا جعنت مليق وكعنه ماشي حكتاي وكعنه إلا أكبر ما إسلام كحديدي علي من القيم الجوزية مركو كهلا في تحفة المولود مركو كهلا وكهلا يا لقب الله بالله هذا الروح إنتاني إز جورسن جور كود روح القصة لنا ما حكرتيل يا مدي كاسو هرب حدا ما جورسا كي كاسو هرب حدا جوار هذا تام إسك جورسنا إسم إسك رتيل يا جرا مركو اللي إز جورسنا كدي بنلاش وسي قصة عنيسا كدي بأولاد بإيمان إس إس لا تربية يا مركو أبوه رئيس المولود كوي ما دم حلا قب الله كذب عقيقتي وانقلكي وهذا الإسلام كو كهلة هذا هو سوق بيوح كهلة المه أورك كجري إمبراطج كلي مراحيش أمره هذا نمر كلا ضل هذا نقف كمر كودنتو مر كلا آسي جنازة دي أنت الإسلام كو كهلة أتحداكم أي challenge هذه لك أنا دين مدة دون طلها نقطة المدة ما أنت بني آدم كأي كفانان دين لم يد دين تإسلام كأمل الله برديكر صورت قل ما إن له له دين على الأقل أسر دوان كرتة الإسلام محايا لو حضر كيسا أقري كتاب كالتوراة كأقري إنجيل كان أقري بقول كيبا الصغاشة وتاريخ عيسى انت كبحي موسى انت آلة تاريخ بيقوبال انت بقول كيبا تضبات سديتا ليه جيب كودة كلمة دين في حين دين تين أرك مركي تاريخ قصة يوسف لقاها الله مركي بوحا دبات تال آيال له قصة دوحا نغوطة لقلنا عن عبرة لقالا نحبحو وعلى جهل موسى سحرة فرعون بعلى جهل درس يحكم بكذا بيه وعلى جهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بتلقوا هاي درس بكذا بيه ودين يدل كامبلت أو بحرة أو دميسترا وأن ما أنت اللي هي كريم حكوا جرا إيرا نقصانا تانا إسلام كان كهنا والله الحمد هنا مركب نن عالم علماء كم ذا أيوة حلوي دي مصر يسوق الجوع وحلوي دي وحلي يسوق موضوع سنا وكلا كهلا يبغى حلوي دولي هل الإسلام يحل مشكلة المساكن؟ ما أنت تبغى وكتاعي هاي حاجة ديجانك. مركل الجوجا مصر وعركتي تجمع سكان هائل ضدك مالك للدجان ملا ضدك أدب وتربتين overpopulated أو مال للدجان مركل عملها. هذا الإسلام جو حالنا يبغى تريم حاله حلين وايد. هنا مركل مسألة سيدا الصلاة كان ويح لم يتكلم. وحنبي صلى الله عليه وسلم وكذا جواب الحديث. هذا كهرب العصام الحديث مسلم ضدك عركي. سمعنا وحن لا يقان تلقيح أما فحلين أما pollination أو له بيولوجيا أو جيد أي واحد على رأسه قال جيد ككلا والله مسمار يا سمركا نوعا ما وقول نقطة ميد مركا مرد عليه سوء النقطة مركا أركين النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوش على سمعنا بيروام حسمعنا سان مركا زي يا رسول الله تلقيح والله ما جعبه فحلين والله ما جعبه pollination system way هذه كان كلا قط تلاه صاروا نقنا مركز النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وهي الدون لا حريرة إذن كأكبر صلى الله عليه وسلم إذن شريعة وحي كسيسة وحي لقمع عبا جرين لايت وحال لقسي عدالة هكتين قرصاك هكتين وناقة هكتين ظلمك إسك إلالي مسكحة أذيكسو عقلك أذيكسو شقاء مركز أدوح كفة كريسي يقانا سو ساريسي قوان كا يمس موقف كات قادنا يسيانو آيات كهر إيمان حديث كهر إيمان أنت كلام رجوع قلا إذن عقوش مر كان مسكوا جيل لأن الله سبحانه وتعالى عقل والله لآيات لقوم يعقلون لأولي الأبصار لقوم يذكرون أنت بوح على الله يا دتك إياه وإن درجات تضع دتك عقل جله دتك إنتلكت ولسكا دتك إنتلجنسكا دتك فكري كرا دتك ما نكود أوفر أنت والله طيب حلقة جابها يا مركا أدينك فريسة أنتي إنتلكتوليس يجا حلوك يعني كرماش دتك اللي دجينا بروبلم بعجرة صومها أنت شو قبائل بعيسى صومها دولة بعد دولة كسر دوشة صومها فريسة وأنا أكبر قوة حالي إلهي سبحانه وتعالى سجله قال هذا جرد درنا جعان كل يجا وقبت قوة كلا سحسن نجرب كل استجع فإن فات وتن قران وتنم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حلوش الصدم قران روح بحنا هنت وبحنا هذا لجرة ومركة إنا فكرتين That is why أن وهايسنو مركز الجوع في الإسلام وعلى ليه مذهب الشافعي محل لقب هذا القرآن ماشية مذهب الإمام أحمد بن حنبل محل لقب هذا القرآن ماشية محل لقب هذا الإمام مالك وحال لقب هذا وح كلام مجري وحي فهمين وحي كلام بحين وحن لا يقان لوجيك مركز الجوع deducement وحي كلام بحين
waxbay ka fahmeen juristic waxbay ka fahmeen duruusi ay kala dhaxbixaan baa nolosha marka lagu tadbiiqinaya marka waxaan rabaa inay fahamtaan problem walbaba iyo mushkilad walbaba curriculumka sida idin kugu qoran marka jaamacadka aad joogtaan lidilayo kale islaamku kaliya wuxuu ku mashquulsan yahay un kaliya gabadha shaqada aad lahayd guriga in lagu xambaaso mid iyo wadada mar leh sida loo haloogi lahaa oday gardeysto qamiis gaabsada inta unbu ku howlan yahay dad la dilo oo terrorism la faafiyo islaamkeena markaad ka hadashid marka peace la joogo nabada marka la joogo marka assalaam la joogo nabada marka la joogo marka laga hadlay daris wanaaga marka laga hadlay marka laga hadlay nolol wanaaga laga hadlay cid nagu haysata inagu la tartami kara marka amala waana meeshii ay u lahaa ninkii gabyaaga ahaa ramaysni bidaa'i hawan sallad udra iyadu qabtay intay saa ugu tuurtay ba iyadu baxsato aragadisatay wiil yani macnaa wala jadu am diintooda markay ka waayeen culuusha ba adiga tag ka soo gelinaya waana macnaa meeshii marka huna hadana waxaan kale oo garanayna rasuulka sallallahu alayhi wa sallam xadiis wuxuu ku yiri in allaha haddada xududan fala ta'taduha wa harrama ashyaa fala tantahikuha wa farada faraa'id fala tudayyi'uha wa taraka ashyaa rahmatan bikum ghayra nisyan fala tab'athu 'anha ila isu dima ayu sameeyay waxna xalaal buu ka dhigay waxna xaraam buu ka dhigay waxna waa idinku waajibiyay waxna waa idinka reebay waxyaabo waxaa jira uu ilaahay ka aamusay rahmatan bikum ghayra nisyan idinka ladin xariisana ilaahay ma halmaamin ilaahay ma halmaamin inuu xal u keeno mashaakilka la xiriira dadka meeshii la dajin lahaa markay u baxdo marka laga hadlay midalan populationka markay overpopulated ay noqdaan ilaahay xal uma waayin in la helo mashaakilka qaarkood in xal loo helo ilaahay uma waayin laakiin waxaa loo daayay cuquushana raxmatan bikum ghayra nisyaan marka waa xuduud inaga la noo daayay loona baahay marka inaan marka aanu ka fikirno waxa kale aan u baahanahay amaba fakarka washtanka marka la joogo iyagu waxay rabaan ilaah sida meeshaan u fadhidaan hoolka ilaah meeshaan inta fariisa indhaha un dadka la raaca haddii qof kale uu dilo aanu la hadlin haddii la isdagaala aan waxba ka sheegin wax alla wixii corruption aan samaysaan aan ka hadlin macnaha waa ilaah arosto ninka philosopherka ah hadalkuu tilmaamay wuxuu leeyahy ilaahu markuu qeexayo wuxuu leeyahay ilaaha isaga unbaa is-og waxa ka dhacaya khalqigan oo uu sheeganay inuu uuman wax kalama socdo hadalkaa waxaa yidhi arosto waxaan se ku faraxsanahay waxa u jawaabay nin ay isku diin yihiin lagu magacaabo world yoran wuxuu yidhi ilaaha arosto uu ka hadlay waa ilaaha miskiina buy ilaahu ka hadlayo waa ilaaha miskiina wuxuu la mid yahay buu yidhi ilaahaas boqorka ingiriiska oo boqornimada unbuu leeyahy isagaa kor ka maamula laakiin waxyaabaha detailiska ee siyaasadda socota iyo heshiis lala qaadanaya ee lagu duulaya iyo intee la degaya maxaa laga yelaa dhaqaalaha ee budgetka waddanka maxaa laga yelaa shaqo kuma lahabuyo marka ilaaha uu rabo ilaahayna maaha subxaana wa tacaala sidaa maaha jalla culaa subxaana wa tacaala sidaa maaha ilaahay waa allahana wamaa tasquطu min waraqatin ila yaclamuha wala xabatin fi ظulumaati اlأrd wala ratbin wala yaabisin ila fi kitaabin mubiin wa allaha la socda xabadda caleenta ah geedka markay saarantahay qoyanta wuu la socdaa ay cagaarantay markay coolanaatoy qalasho injegto dhulka ku dhacda wuu la socdaa wax alla wixii dhulka ka soo baxay wuu la socdaa dhibic rooba marka ay soo difiqdo wuu la socdaa waa alla everything detailis hab aad caadi aanan ahayn oo maskaxdaada kusoo dhici karin bu allah subxana wa tacala wuu la socdaa allaha soomaha yowma alqiyaama leh faman yacmal mithqaala darratin khayran yara waman yacmal mithqaala darratin sharan yara daradu qofkii la yimaada dara daradii berigii hore culimmadii hore ee diinkana soo gaarsiisay maadaama ay in fara badan aanay ku mashquulsanayn daraasaadkan loo yaqaan sciencesska iyo wixii lamida waxay dhihi jireen dhuuracasa wax u dhigma laakiin waad og tihiin iskuulada kusoo dhigateen in sciencesku uu tilmaamay inuu jiro wax lagu magacaabo eyrel ama atom waxaa loo yaqaan oo ah qurubka ugu yar ee maatarku isha aanay qaban karin waxa ugu yar ilaa inaad with the aid of device inaad soo qaadatid qalab weyneeye inaad saartid mooy aadan arki karin qofkii khayra oo la yimaado ama shar la yimaada yowma alqiyaama gacantaa loo gelinaya allah arag awooddiisu meeshay gaarsiisantaha supernatural wax caadiya maaha in lagula xisaabtaa maanta caalamku wuxuu gaaray un keliya systemka digitalku maraya in waxa digital lagu xisaabo laakiin caalamkaa kale yowma alaakhira marka la gaaro caalamu daraad baa lagu magacaabaa atom baa wax lagu halbeegaya kaasaa wuxuu u noqonaya halbeeg ma macquul baa marka caalamka maanta aanu ku jirno the contemporary world oo maanta aan ku noolnahay weli ma gaarin mana u soo dhowa idan allah subxaanah wa tacaala waa allah xisaabay all the details allaha marka la socda itan wax lamid oo khayra iyo shara ma u malaynaysaa in uusan xal u helaynin
problemka in haysa hadaan nahay society, problemka in haysa hadaan nahay individuals, problemka in haysa hadaan nahay dawlado, problemka in haysa hadaan nahay ummado. Macquul miya? Macquul ma? Rabbul Alamin jalla wa ala isaga macnaha marka tilmaamo huna marka waxa kale oo aan u leeyahay nin fakarinta kamid islaamku waxa ka soo qaadaa buuri nin bini aadam oo aad iyo aad u dheer oo aad iyo aad u xoog badan islaamku wuxuu la mid yahay buuri bimaana haqa zamanka tul wuxuu socday laga bilaabin la doon aadam alayhi salaam ilaa waqtigan buu socday marka laga haqa ardagana ummad aanu gaarin ma leh wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin haqa umqigana wuxuu galay ay details aakharu ka hal adun buka ma anta qofki aqri old testamentiga ama wax alla wixii gospel iskooda ninka aqriye waxaad arkaysaa inta ugu badan ee laga hadlo waa history way adag tahay you hardly ever come across inaad ka hortimaad ama aad aragtid aayad ka hadlaysa yowmal qiyaama ka hadlaysa qiyaamaha dhan waa lihmaali intay fariisanimanka xaqaamaadka qasaawasadii baa fariistay culimaa diinkii baa fariistay markaas waxaan wax alla wixii aqra hortan laga saaray laakiin diinteena markaad aragtay adduunyadana way ka hadashay aakharana way ka hadashay soo ta kulayna walaa tansa nasiibaka min addunya adduunyada qayb baad ku leedahay saamiga ka tegin islaamka ma ogola inaad tiri habeenkii oo dhan salatuleyl baan u taagnaanaya maalinkii oo dhanna waan soo maya waatawakalu cala allah ilaahan tala saartay shaqo aan u qumayo male islaamka ma ogola walidaalika markii abuu muusa alashcariyo ay soo booqday mucaad uu soo booqday buu wuxuu arkay habeenkii oo dhanba ninkana salaad u taagan kan kalena hurduu la dhacay suuxi marka la soo tooso kadib buu yidhi xale maxaa samaynaysa markau yihi xale dhan waan tukanay salatuleyl markaas yidhi ama ana fa axtasibu nawmati kama axtasibu qawmati hurdada xalay aan seexday waa ii xisaabsanayd ajir baan ku raadinayay sida taagnida markaan isaga salaad aan gelin ajir baan ku raadinayay bimacna waa maxay markaan seexdo saacado iyadoo ujeeddada ay tahay berri salaada waqtigeeda ku jirko shaqaad leedahay ku dheelmo kallaj baa leedahay imtixaankayaana ku dhaafin duruus baa leedahay ka daba tag ajir baa ii soconaya ajirkaa kama liito haddii ujeeddadeedu ay tahay niyadeedu saa ay tahay kan habeenkii oo dhan salaatuleyl u taagan kama liito ajirkaas maxaa yeele ajirkan ilan leylka inaan qaar ka tukado saacad yar daqaa'iq inaan ka tukado subixina aan shaqada u qumo waa tan ilaahay subxaana wa tacaala uu rabo laakiin habeenkii oo dhan markaan sex oo subixina aan soomanay shaqana aanan aadin aan dawarsanayo dadka u gacmo hoorsanay ilaahay subxaana wa tacaala ma ogola waa diin marka waxay miisaantay dhanka ruuxaaniyaadka spiritual aspect waa diin buuxisay dhanka marka loo baxo material aspect waa diin buuxisay waa diin iyadoo dhanba kaamil isku ah diinteenna ma aha sida engineeringi wax makaaniga maaha birbir la kor saaray maaha mana aha diinteena wax iyada ruuxaaniyaada sida hinduismka buddhismka oo kale iyo confucianismka iyo taoismka oo kale ninka suu u gaara spiritual level meesha ugu sarraysa waa inuu duur ka galo waa inuu guurka ka fogaado waa inuusan wax cunin waa inuusan wax cabin waa inuusan guursan nolosha dhan baa ka dhex baxaya waay waxaan rabaa buu leeyahay inaan gaaro heer qalbigayga iyo ruuxdayda iyo spiritkayga ilaahay ku xirmaan petroolka laga hadlaya kaydka petroolka laga hadlaya waxaa lagala dhex baxayaa min khilaali kitaabillahi jalla wacala laakiin waxaan u baahanna caqligii shaqayn lahaa innaga mushkiladan haysataa waxay tahay caqligeenna wuxuu galay diin la yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum atantu calaykum nicmatii maan kaga shaqaynayna salaad cusub baan rabaa inaan keeno xadra cusub inaan keeno dikri cusub inaan keeno wardi cusub inaan keeno shaqo aan la ii dirsan baan rabaa maantana inaan kusoo kordhiyay islaamka adduunyadiina waxaan u daayaa dad kale waxaan leena adduunyada gaalada lagu talagalay innagan aakharaan leena war salaada duursiday afar u tahay oo casir afar uu yahay oo maqrib ay saddex u tahay fajr uu laba u yahay suurtagalna aanay ahayn inaad ragcad walaa wardi aad kusoo kordhisa baa diinka wax lagu kordhin karin walidaalika diinta waxaa la yidhi wixii diina ilaahay buu dhammaystira faraha ka bixiyey wixii adduunyaha soona eriyadoo raasada innaga marka muslimiinta maxay sameeyeen adduunyadii diinkii bay ku mashu maxaa lagu mashquulay bidcaa lagu mashquulay diin cusub fakar cusub firqo cusub salaad cusub waxaan loo baahnayn dikri cusub wardi cusub bay muslimiintu ku mashquulsan yihiin marka la gaaro baabkii adduunyada soomaa mobailka xun aan isticmaalaya kan fiican iyo ka dambe aflaatanka saax waan ku hayna iphone 4 iphone 5 baan ku hayna inta waxaa noo keena dad kalaa noo keena devicekan gacanta ku wadan qof kalaa samaynaya laakiin maxaan ku mashquulsannahay diintaa leenaha firqadanna ma jirta firqadan waa soo gasha firqadan waa baxda firqadan waa soo socotaa intaa waan ku mashquulsannahay meesha marka waxay fahmaysaa cuquushii inay gashay meel khaldan inay gashay oo marin habowday waa meesha aan ka fahmi karno huna waxaan u baahnaa marka shumuuliyat almuslim culimmadu marka waxay leeyihin islaamku wuxuu aqbalaya waa masaladan u baahanay inaan fahmno tajzi'at alcamal walaa naqbal tajzi'at alfikra masalada waa muhiim annaga waxaan ogolnahay shaqada adigana shaqaa kuusaan waxaan ku jirnay casr lagu magaca takhasusaad
ما أنت مجري واحد لي شيخ الكل مجري قف وحر رم بقعانت يقول جرا ننوع كفي عيني هاي ماشا ننوع كفي عيني ماث مدبع كفي عيني هاي اللغة لها مدبع كفي عيني هاي هندسة إنجنيرين مدبع مرسين كفي عن تخصصات كمادي ما كلا مرة دين تمر كلا جوجا مدبع صلاة وسهلنت صلاة أنا في الجري ماذا لنو تكل نقف بيسون قف بسون كوسهلين قف بقرآن أقرس كوسهلين قف بضدك إنه وح براء وسهلنت قف بوسهلين هالجهات وسهلين قف البحر إليه سبحانه وتعالى أوفو ذي قف المال بأوفو ولذلك هذا قهر مركي الإمام مالك ورقد الله صقر وحأصو قرنين ضدك آية بعبادة بضنا إمام مالك ما تقرن كرتان ومحدث وإمام دار الهجرتين نوعها آية بعبادة بضنا أو كم مشكو صنعون دعوة الدين إذا باريس مرك ورقد أصو قرن وحد يا إمام مالك وعنك ولا تلين لها علمي أن ترى بضنا إذا كان الحب يجي سحوا عن نجات ترتيبه عبادة بدي ميري نوع ما نوصل ضعفين إمام مالك ورقد يقول جواب وحير والنيو إله سبحانه وتعالى ضد كوك على أبوري هيدا صلاة الله فري مد بالصوم كوسه ليها مد بالجهاد كوسه ليها مد بعين البرشاد كوسه لنتا وحنا آمن سنة هبير هذا الإمام مالك هاي وح ما أنت أنا عن كوسه جناه إنان وكسر سك دين حاجة خير كمرك الله لو حديث سمينس ورنيه أن خير بعد كوسه جنتا أن خير بعد كوسه جناه كلانا على خير الله بدنا خير بعد والناي أن العبادة دي إله كوف ذي وضع أنا وحنا من سنة وحنا ما أنت صمان وآه ضد كإنا دين تبرع عبادة ماشي قصة رئيسين يتعلم هذا أنا وضعنا هالشيء مرك كلان على خير إذا مرك وحنا كوضع هدي أي دعوة إنكار كان أيكون مشكورا نوع عبادة كاملة تاسو معناه إذا ما أها إن قفك كانوا إسلام كنتي سكالة وضيعة يلا مهم أي تهاي يلا مهم أي تهاي إنا نفهم مرك أن دين تإلهي دعوة مرك أن كهل يأكل إنت أنكب الله بيوحنا كب الله بعقيدة مع الرسول هو مرك لصادر نوح لقب الله بآدم لقب الله نوح عليه السلام إلى نبينا محمد وما أرسلنا من رسول محمد موسى ما يجري معدودك أقول يرجري لا إله إلا الله كذي مركو لا إله إلا الله كذا ماذا أيه أقول بجر برنامج مركع تاجن شعيب مركي مدي الله جر برنامج تاجنا محوها محوها كرفشن بجري حق الميزانك هي باقة هي عدالة ولا تخص الناس عشان والعدالة ده كتير محايل وضد ظلمي أوبريشن كوش قيني ما شو كلامه لوط مركي الله جر محو كلامه محايل يروح يجري وحان الله هاي قوم لوط يشقده ذي ما جرت أنتوا كله الله نبي والله يحكي كهلي بربلام كمك هتاجنا لكن مد بي لما أنتوا يسروين أي وذا جان بجرى أو أها مسألة ذا مسألة التوحيد ولا جهلي إلى محل أنا مركز دتك الدعوة ذا كشقة يا ما أنت وحلا يا ما أنت إن دتك إسوي ديانة كوريت وذا ذي إن إليه تارجلا كلا دون إن إليه نبرك كلا دون كنا كوح على سوء عيارة كنا ناديا شو كتير سيها كنا وقلاضة سيدا أرسنال يأوك على قيب سيهم وذا دون كوك قيب سيهم سو صح ما أرقاس وإيش لقنا هاي مركا نيوه نمبر بولي مدبا الشيخ با دي شك عيارة مدى أون دي شك عيارة ولقنا كل يوم وذا دادا مركا أتكو ريسانتين إياك وحا لقبا هاي مد إنك أنا مدبا لأنه قبا هاي إياك وحا لقبا هاي أنا هدان ما أنت كو مشكولة دعوة أما أن كو مشكولة وحبارس أما أن كو مشكولة مثلا نوع دين تكمله أما أنكم مشكولة جانب كسياسي قا وإن أنا نؤركن دين كذا وحنا أنا جوا ذكي إني وما أنت لأن هذا أنا يكون مشكول سنة سياسة وإن عندي قوة كلا كل بادي يكسبين حياة على ما سياسة وإن هذا أركن نين دعوة لكم مشكول سنة أنا وده نين كان دعوة عن كل يكون مشكول وحنا وككع نين هذا أركن وحبريس يكون مشكول سنة أنا ده نين كان كتاب أقرس أنت وحاجة على ما هي ميزان إن أنا أنا جرا سنة وحنا جم قيين waxa iga maqan walaalkay u hayo hebelna waxa uu hayo anigana aan u baahan laakiin maanta waxa ii fudud tanba ii fudud walaal ka waxa loo baahan yahay in aanan noqon maanta qofka marka soo qaadatid waxaan mukabirka ah waxa weynaysada ah isha la saaro hadaa hal xaraf dul saartid mesela warqada qoran oo inta la eeg hadaan hal xaraf kaga beego baasha weynaynaysa waxa uu mukabirka ah waxa ii soo baxay hal xaraf xaq kaliya weyn baa soo baxay inta kale qasoonaysa دينت إلهي مركات هل مال كلي دول سرت هل جانب كلي هل باب كلي أكو بحياة ديجا باب كلا كوما مبغضة أنت كلا صامها بادي بكسرين مين كان كان صار راعي صامة كلهم في النار نار بالجلا إلا أنا مركات ترى خطرت إذا لا وحلم التهي أفر تنين أنت بحاي لا أنا اللي هني مرودي كده الملك تابت ميت بام مرودي كسر إجيا ما أنت سول لا إجيا من نسن كيسو تابت من نوح تابت من خرطوم كيسو تابت وأنتوا أركض سفين ما هو في رستان جورنالا ده مركز لك على فرق
قيبت كاركتير كما في رسالتين مدحوين الله مصوى صورة يا مدحوين مدحي سيريس بلقد يلوه سنروب علوشي سنوالوينين أما حلقة دي قف آدوين كروين هاصير أم هاصير هاصوين مر كاد ما صورك إلا هلا رعدي وقفك بين آدم كاد تقيمو حلا لو مدحويني هبل هبل مشي كني أنا الحرن مدحويني هبل هبل أهبال لاد وتقتها ما صورك وكوم وغضا لكن مده كرتيد وحباك أخل دنبع لدى مركي محايا للوه لويه سماها مدحن مدحي سماها كربها وقرب الله ورك بي إساقا ما لها مركي بي فهمي كرتيد إسلام كان مركاد هل إنع كريئة بمبوني سيد ومان تلان كريئة أفوفت هل إنع كريئة وفرح معناه إسلام كنا بالانس النقطة مركاد هل إنع كاقد لك وفرح معناه مان تلان هدي كاقد لك تهل جانب وقترات إنت مويان وحا كروا ككع ها انت باب كان ميا باب كلا صوم وحكمت جرو مركا تراي اسلامك انت سكلا دنا وفولخ ما وفولخ ما نس ادل فولخ ما نس انه ما معناها مو باهنا ان قفك افهمه ان جوانبته اي نقطه في هذه الجوانب كلها سيده رسولك صلى الله عليه وسلم مركا او تلمام وماشا ان مركا كوسو غبي غبينا وحان لايها ما دام ورقد مره راي دعاده انت كلام ان اسك خصبدي وحان لايها وانا ان المحاضره دي مويان المحاضره كلا دغيسنا وحان ادك وعدينا ساني ودعين وحان لايها غنان ادك وحان لايها وروحنا هاي سنة a very golden أو وح معرفتي أت يدمهما treasure أو أملاها كلا أين هيسن treasure كايسجع وإسلامك وحوم بارسين هاي وح الله حنو بهن هذا هذا كامر كان إلا وح الله حنو بهن وحلا قاركين إنه يصير هذا ما معقول بواحد أمثلة ذا ما دام أن لو قلت لك الموضوع إنه ديتيل سوق قشة لكن إنك باري كره وحنا جعل الله إنا قشان مواقع الجار كعلماء كجهر الليل ما من مسألة مانتا أو عالم كتالة إسلام كحل بوهايا أما حال كأسهر نقدر مت explicitly سقيحا الله شيء القرآن ك أما implicitly أو مسكح ده نمت كجيرها النقطة إلى حل بماشى مكاده إلى سبحانه وتعالى حاول يسألنا إنه نجا أقبله ونحن نجا دقتك فعمل فرق كلمة خير كمغلق أي مقلان إلى سبحانه وتعالى حاول يسألنا إنه نجا بدبالي نارته إنه جواد بر أوف الرحيم إنكنا ماشى صاحا درنا أفضل بما إله سبحانه وتعالى مرأة كيسها سهل كرب الله يسنى الله كفر إنه جواد بر أوف الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح أعذروني لا تلوموني بياض الشذلاء عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سهوم آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم آه يا دنيا العجايب ذي حلاها ما يدوم اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال سالت العذرات من في كنين الهم جال ما على الدنيا حسوفا يا صناديد الرجال سعد منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال في جنان الخلد يسرح مع رقيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى هناك.